نجا فريق أورينت للأعمال الإنسانية من استهداف مباشر ببرميل متفجر على أطراف مدينة سراقب، وذلك أثناء توجههم إلى مدينة إدلب لمزاولة أعمالهم الإنسانية هناك. هذا وتعرض بعض أعضاء الفريق لإصابات تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، فيما تعرضت عدة سيارات إسعاف لأضرار بالغة. كل هالسيارات اللي دمرتها ما بهم، عشرات السيارات دمرتها ما بهم، رح ننقذ الناس حتى لو على نقالي هاي، حتى لو على ايدينا، قديش ما بدك دمير، نحن رح نعوضهم باذن الله. وينضم إلينا مراسلنا في إدلب أنس تريسي. أرحب بك أنس، وحمد الله على السلامة بعد هذا الحادث أو هذا الاستهداف ببرميل متفجر. وحقيقة نريد أن نقف معك على تفاصيل هذا الاستهداف، كيف كان في البداية وطبعا ما هو الوضع الآن؟ نعم هاجر، في الحقيقة يعني حملات شرسة يشنها النظام مستخدما الطائرات الحربية السيخوي 24 والميك وأيضا الطيران المروحي. لم يغادر الأجواء منذ الصباح الباكر إلى الآن ما يقارب 30 غارة جوية على مدينة إدلب ومحيطها. تعرضت سراقب إلى القصف، أيضا سرمين تعرضت إلى القصف، وبنش كل منها بست غارات تراوحت ما بين الطيران المروحي وطيران السيخوي 24. في سراقب تعرض فريق أورينت الإنسانية طاقم الإسعاف إلى إصابات متوسطة لله الحمد، وهم في طريقهم كانوا متوجهين إلى مدينة إدلب لإخلاء الجرحى من هناك على الطريق الدولي سراقب، على الطريق الدولي حلب دمشق، وكانوا في طريقهم إلى مدينة إدلب كما قلت لك. تعرضت سيارتهم للقصف ببرميل متفجر، لله الحمد يعني الإصابات كانت خفيفة في الكادر البشري، ولكن سيارة إسعاف يعني تدمرت تقريبا بشكل كامل. في سرمين استشهد طفلة انتشلت من تحت الأنقاض نتيجة غارات من السيخوي 24 على مدينة سرمين. أيضا بنش نالت نصيبها بأربع غارات جوية، وباقي الغارات ركزت على المربع الأمني داخل مدينة إدلب وعلى الأحياء السكنية. فرق الدفاع المدني ما زالت تعمل في مدينة إدلب وفرق الإسعاف لانتشال وإخراج المصابين خارج المدينة. أما فيما يتعلق بالتطورات العسكرية وتقدم جيش الفتح باتجاه تلة المصطومة، ما تزال الاشتباكات دائرة هناك إلى الآن، يعني تقدم للثوار على هذا المحور، ولكن يعني المعركة صعبة. هناك تحشدات من قبل قوات النظام، يعني هناك استماتة، والطيران الحربي يعني ينفذ غارات متتالية، يعني معدل كل ربع ساعة غارة جوية إما بالطيران الحربي أو بالطيران المروحي على محيط معسكر المصطومة، كي يمنع قوات جيش الفتح من التقدم أكثر والتغلغل بعد سيطرتهم على عدة نقاط استراتيجية داخل قرية المصطومة. والهدف الآن يتجه إلى تلة المصطومة، في حال إذا سيطر عليها الثوار يعني سيكون معسكر المصطومة ضمن الرمي المباشر لجيش الفتح وتعرض هذا المعسكر للنيران. هناك أنباء عن تحشدات يعني لقوات النظام في الريحة، ووردتنا أنباء لم نتأكد من صحتها عبر ناشطين بأن وزير الداخلية وأيضا العقيد سهيل الحسن المعروف بالنمر متواجدين الآن في أريحة، بالإضافة إلى تحشدات من الفرقة 11 موجودة الآن هناك. هناك يعني أنباء عن معركة أو تصادم كبير سيحصل في محاولة ربما من النظام للتقدم أكثر ومؤازرة معسكر المصطومة.
نعم، بطبيعة الحال كل هذه التفاصيل سنعيد التوقف عليها في جولة الرابعة. أشكرك أنس تريسي مراسل أورينت نيوز، كنت معي عبر سكايب من إدلب.